صباح الخير مشاهدينا، برحب فيكم بحلقتنا اليوم من الحدث، وبسرنا ان نرحب بضيفنا في هذه الحلقه الصحفي والكاتب السياسي الاولى نصيف. صباح الخير استاذ الاولى. صباح النور، اهلا وسهلا فيك في هذه الحلقه. طبعا كل الانظار تتجه الى لقاء ثلاثي يلي اليوم الاخبار كتبت انه قد يكون ثنائيا، رح نحكي بالتفصيل بما هو مرتقب من ازمه الرئيس بري مع الوزير جبران باسيل. هل حلت بين الرئيس بري و الرئيس عون دون أن تحل مع الوزير باسيل؟ رح نحكي بتفاصيل هذه الإشكالية، يعني هل يمكن الفصل بين رئاسة الجمهورية اليوم ووزارة الخارجية؟ أيضا ماذا عن العلاقة بين الرئيس بري والرئيس الحريري؟ لما قلنا أنه يمكن اللقاء يكون ثنائي، لأنه يمكن ما يحضر الرئيس الحريري بحسب ما نقل عن الرئيس بري اليوم. رح نحكي بتفاصيل هذه الأزمة، خلفياتها، تراكماتها الأهم، وإلى أين يمكن أن تتجه مصير الحكومة والمؤسسات، وأيضا طبعا مصير الانتخاب مع كل ما يعني يتعلق بهذا الاستحقاق الأساسي والمهم من تفاصيل تحالفات وغيرها، طبعا في ظل تطورات إقليمية ودولية متسارعة. كل التفاصيل. شكرا ميشا، برحب فيكم من جديد مشاهدينا، ورحب من جديد باستاذ نقولة نصيف الصحافي والكاتب السياسي، اهلا وسهلا فيك من جديد استاذ نقولة. نبدا بالازمه الشهيره التي خضت لبنان الاسبوع الماضي. وصفت حضرتك الوضع بانه استراحه المحارب، ويعني كانه هذه العباره توحي بان المعارك ستستانف ربما في وقت قريب. برايك على ما رست الامور بنهايه المطاف؟ لا، بطبيعه الحال هي يعني ما حدث ليس مستقلا بذاته، يعني مش شغله فاجأت الكل وما لها أي خلفية، وبالتالي كل التداعيات التي نتجت عنها كمان فلتت من إيد الكل. لا، بالتأكيد ما فلتت من إيد حدا، لبل أنه هذا الملف إجا استكمال لملفات قبل في الاشتباك القائم، سواء كان بين الرئيس عون والرئيس بري أو بين الرئيس بري والتيار الوطني الحر. لذلك هو أحد ملفات الاشتباك، وليس ملف الاشتباك الوحيد، وليس ملف الاشتباك الأخير أيضا كمان. لأنه طبعا بالتأكيد يعني باعتقادي، لأنه الملف أو الجرح نازف بين الطرفين، أول طرفين وتاني طرفين، الجرح نازف بيناتهم، وبالتالي أي سبب لالتباس أو لسوء فهم أو لسوء تفاهم أو لخلاف كبير، أي سبب من شأنه أنه يرجع يفجر المشكلة بين الطرفين. هذا لا يعني أنه كل مشكلة تخدنا على الشارع، لا، اللي أخذنا على الشارع المرة الماضية واللي ما كان لازم يخدنا على الشارع، بس اللي أخذنا على الشارع هي أنه ما حصل هو إهانة لشخص أكثر منه مجرد خلاف سياسي. بس صارت وراء الرئيس بري برأيك هذه الإهانة، ولا بعده مطلب الاعتذار موجود وبعده القلوب يعني محقونة؟ بالتأكيد يعني لا يعني ما بظن حدا بينسى شيء من هذا القبيل، عرفت؟ وحتى القاعدة ما بتنسى، حتى بالنسبة لقاعدة الرئيس بري. هلا يمكن في ظرف بيقول الدور اللي لعبه الرئيس عون كان كتير أساسي، كان كتير نبيل، وكان كتير كبير، إنه أن يتولى هو الاعتذار بطريقة ما، يعني ما بدي أقول سميها اعتذار، خليني أعتبر لم البلد. يمكن كان مطلوب هيدا من الوزير باسيل بسبب خطأ، يعني ما بظن أنه الرئيس بري كان اعترض لو إجا الوزير باسيل، أنه الرئيس بري عم بيتدخل بمؤتمر أبيجان، عم بيضغط على المغتربين الشيعة، عم بيطلب منهم ما يحضروا، عم بيمارس ضغوط عليهم أو مصالحهم، بيقدر يقول اللي بده إياه. لو اكتفى عند هذا الحد ما كانت صارت هالمشكلة، وكانت تقبلها الرئيس بري، لأنه أساسا في خلاف بين الطرفين. ما ننسى قبل بكم يوم كان أو قبل بفترة كان الوزير باسيل ملمح إلى إلغاء مديرية المغتربين في وزارة الخارجية، وهو بيعرف مين كان فيها وماذا تعني للرئيس بري، لأنه هي إذا بدك الوعى اللي عم بيقدر يرعى مصالح المغتربين الشيعة خصوصا في أفريقيا، وقبل قضية المرسوم اللي هي في مكان آخر ما له علاقة الوزير باسيل. بس إذا بتقشعي مجموعة تراكمات في هذا الأمر بتلاقي أنه هي جزء من خلاف سياسي. يعني موضوع المرسوم ما أخذ على الشارع، موضوع الكلام حول مديرية المغتربين ما أخذت على الشارع، وحدها الإهانة أخذت على الشارع. الإهانة بتأخذ على الشارع، بس انحلت تكريس الخلاف بمواقف سياسية كلهم بيحملوها وبيلقوا جلدهم، بيلقى الكل
ايا يكن يعني معودين انه بيقدروا يعملوا معارك ومواجهات. وبرجع بقول مش لاول مره، يعني بكفيكي معركه رئاسه الجمهوريه الانتخابات، قديش كمان طريقه حصول جلسه الانتخاب اعتبرت كمان انه نوع من محاوله اذلال للرئيس عون، بمعنى انه ليك عم نتسلى بجلسه الانتخاب. طبعا مش الرئيس بري عم بقول انه داره هو دار الجلسه، بس هو مش دار اللعبه. بس هو كان ضد انتخاب العماد عون وما كان عم بيستحي يقولها. هذه المعارك السياسيه بتحمل، بس لما بتوصل لقصه انه من هذا العيار اللي قيل فيها انه هذا بلطجي مش رئيس مجلس نواب، هذه ما بتعود جزء من الصراع السياسي، هذا بتصير جزء من الانتهاك السياسي المباشر. يعني الاعتداء المباشر. بس هيدي كيف بدها تنحل؟ هيدا الجانب بالذات يعني يلي يتخطى الأزمة السياسية، إنه الخلاف السياسي نحن تخط هل حلها بالاجتماع المشترك اللي شفناه اللي صار الاتصال بين الرئيسين، ظهر الناس من الشارع. طيب مش من الشارع واحد، في شارعين نزلوا لنكون واضحين يعني. وهيدي خطورة الأمر، إنه بسن الفيل في أشخاص أو مسلحين من أي جهة أتوا إجوا رفعوا أعلام عمل أمل، سواء كانوا هني أمل أو غير أمل، سواء إجوا من نبعة أو إجوا برج حمود مطرح ما بدي، رفعوا ورجوا على دراجات اللي هي السمة بتتبع شوي حركة أمل، وصار في إطلاق نار. رجع كمان أطلقوا النار التيار الوطني الشارع الحر. يجر الشارع يعني كمان ها كانت أول إشارة شارع في مقابل شارع، بس كانت خجولة قليلة. بالحدث صارت أكثر من هيك، صاروا وجه بعضهم وبالكاد حيشتبكوا ببعضهم بشكل علني وتدخل الجيش. إذا الشارع أصبح الشارعين جاهزين يخلقوا خطوط تماس. خطوط التماس ما بتحتاج لكتير مشاكل، يعني بتحتاج لاضطرابات بسيطة، لشعارات أكثر ما بتحتاج لقتلة. خطوط التماس يعني احتقان مذهبي، احتقان طائفي، اعتداءات سريعة. مش بالضرورة بدنا 50 و100 قتيل لنعمل خطوط تماس، نعملها بأقل بكتير من هيك. فبالتالي هذا الاحتقان اللي تحول فجأة وكنا نسيينه، أنه في احتقان مذهبي مسيحي مسلم أو مسيحي إسلامي على هذا النحو، كأنه نحن عشية الحرب اللبنانية. صحيح. وفي حدا عم بيلعب باللبنانيين أور هون ما حدا كان عم بيلعب باللبنانيين، عم بيلعبوا ببعضهم وهن عم بيعتدوا على بعضهم. فبالتالي لذلك كنا على أبواب خطوط تماس حقيقية ولو لفترة وجيزة. بس هيدا وهم، هذا خطورته انه وعى باللبنانيين الشعور ان خطوط التماس موجوده بس ضبينه، مش انه التغت نهائيا. يبدو انه ما التغت من النفوس ومن العقول ومن الاذهان ومن الانفعالات. هذا يعني انه ومن اي شرارة اخرى يمكن ان تعيدها تماما يعني اي اشكاليه بكره من شيء من هذا القبيل بيختلفوا بينزلوا على مناطق بعضهم. مش لازم نعتبره بعد في مناطق بعض، يعني كل المناطق صارت منطقه واحده، يعني كلهم افترضنا انه بعد اتفاق الطائف كل المناطق اختلطت ببعضها، طلعت لا. بس هلا شو استاذ بيقول؟ صار نقدر نعمل علامه استفهام انه في فريق شارع على منطقه مسيحيه او منطقه مسيحيه صارت تعتبر حاله معتاد عليها وصار بدها تاذي الاخر. يعني صار في فكره الحرب اللي رست بسنوات الحرب اللي اعتقدنا انه نسيناها، لا طلعت بعدها موجوده بس نايمه. هذا الامر اللي حصل، مكالمه الرئيس عون بالرئيس بري وقفت حركه الشارع، لمت الشارع بسرعه. اثنيناتهم لموا الشارع الى غير رجعه برايك؟ لمت الشارع الى غير رجعه او لا بعده طبعا لا طبعا طبعا ما اساسا يعني حصول الحادث على هذا النحو من سن الفيل الى الحدث معناته انه لا مش معناته هو كامل، هو كامل وغير معلن وليس ملغيا او مدفونا او راح مع الماضي. لا يبدو ما رايح مع الماضي بدليل انه قدر وعينه بسرعه، يعني شغله نايمه وعينها بسرعه وطلعت انه بالكاد غافية يعني. الاتصال لم الشارع، لكن أكيد ردا على سؤالك لم يحل المشكلة. في أكثر من مشكلة، في مشكلة بين الرئيس بري والرئيس عون، في مشكلة بين الرئيس بري والرئيس أو الوزير بسيل. نعم رح نحكي بهول بالفرق يعني اليوم بالعلاقة بين الرئيس بري والرئيس عون والرئيس بري والوزير جبران بسيل، ولكن اسمح لي انتقل لوزارة الداخلية مع الزميل نعيم برجاوي. يضعنا بأجواء يعني فتح باب الترشح للانتخابات النيابية. صباح الخير نعيم. صباح الخير كاترين. تفضل نعيم، هل من مرشحين بارزين خصوصا ما يتعلق بالأحزاب الأساسية؟ يعني هل شهدت وزارة الداخلية أي ترشيحات بارزة حتى الساعة؟
نعم كاترين، حتى الساعة لم يتقدم أي أحد بطلب ترشيحي. نحن الآن في مكتب تقدم بترشيحات الانتخابات النيابية العام 2018. اليوم فتح باب الترشح على أن يستمر حتى 6 آذار، فيما تقديم أو تسجيل اللوائح لن يعني سيفتح من 21 آذار حتى 26 آذار. بطبيعة الحال لا مكان للمرشحين المنفردين في هذا القانون الجديد. سوف ندخل إلى الغرفة التي خصصت لهذا الغرض. هنا يدخل المرشح ويتم تسجيل بياناته والتأكد منها، إلى جانب مديرة الشؤون السياسية في وزارة الداخلية الدكتورة فاتن يونس. خبرينا كيف الوضع مع القانون الجديد؟ نحن جاهزين، واليوم ابتدى الترشيح 5 شباط وبينتهي ب6 آذار الساعة 12 بالليل. لحد هلأ بعد ما أجا مرشحين، إنما بعد الاستفسارات عن بعض الأشياء بالقانون واضح جدا. عملنا نموذج من المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين شو لازم يروح المرشح عند كاتب العدل بتصريح مصدق موقع منه، ببين اسمه الثلاثي وببين أي دائرة صغرى أو أي دائرة بده يترشح عليها، ومرفق مستندات منا إخراج أيد لمدة شهر، سجل عدلي، إيصال ب8 ملايين ما بيرجع له. فنحن بانتظار مرشحين وناطرين، وبيرجع هلأ الترشيح فردي لمدة شهر فردي، بيرجع عنا من 6 آذار ل21 آذار ساعة، كمان بيرجع الرجوع عن الترشيح فردي. ترجع اللوائح اللي بده ينضوي باللوائح عنده 5 أيام من 22 آذار بتنتهي ب26 آذار. نعم كاترين، يعني كما استمعنا إذن فتح باب الترشح. الملفت هذه المرة أن المرشح حينما يتقدم بطلب ترشيحه يكون مباشرة قد خسر 8 ملايين ليرة، فيما كان في السابق يمكن أن يسترد 6 ملايين في حال انسحابه أو في حال فوزه. نعم. أما بالنسبة إلى تسجيل اللوائح فإن هذه الفترة لن تفتح الآن إلا بعد تاريخ 21 من آذار. شكرا للزميل نعيم برجاوي من وزارة الداخلية. أعود لك إليك أستاذ نقولة، هل يعني التهدئة اليوم تشمل أيضا الوزير جبران باسيل حتى ولو الخلاف السياسي موجود، لكن تهدئة، أم أنه الرئيس بري فاصل كليا بين الرئيس عون والوزير باسيل؟ يعني ما بعرف بالتحديد كيف يمكن أن تسلك هذه الأمور، لأنه المشكلة يعني هناك مشكلة للرئيس بري مع الرئيس عون قصة المرسوم وسوى، وهناك مشكلة مستجدة مع الوزير باسيل، والمشكلتين مختلفتين تماما، يعني ما بيشبهوا بعضهم ولا بيكملوا بعضهم. مشكلة الخلاف السياسي بين الطرفين قائمة منذ فترة طويلة، يعني مش من هلا. إذا بدك ظهرت أكثر حدة في انتخابات 2009، منذكر بمعركة جزين. معركة جزين وهالتنافس اللي حصل، وأنا ذاك كنا في ظل القانون الأكثري اللي أتاح، لأنه دائرة جزين دائرة منفصلة والأكثرية فيها مسيحية رغم وجود أقضية شيعية، ربح العماد عون بالمقاعد الثلاثة لجزين، وخصوصا أنه أتى ذلك في جو من مناخ التحدي والخلاف بين الطرفين بعد ما كان الرئيس بري كان جزين جزء من الكتلة النيابية اللي كان عنده إياها منذ 92. يعني لم ينسى الرئيس بري حتى لا اليوم؟ لا طبعا طبعا طبعا، بالسياسي ما حدا بينسى. نعم. بالسياسي ما حدا بينسى، ممكن يتصرف أي سياسي على أنه يتناسى، لكن لا يستطيع أن ينسى معركة خاسرة ولا معركة رابحة. حتى الرابحين ما بينسوا أنه ربحوا، وبالتالي لما بيتذكر الرابح أنه ربح، هذا الأمر بيكون حافز كي يربح مرة تانية وثالثة ورابعة. والذي خسر المعركة لا ينسى كي يتذكر أنه خسر، وبالتالي يجب عليه أن يعيد الكرة في خوض هذه المعركة. نعم. كي يربح. فبالتالي بلعبة السياسة أكبر خطأ الاعتقاد أنه في حدا بينسى. في حدا بيتناسى أو بيتصرف على أنه نسي من أجل تجاوز عقبة معينة. نعم. أو الوصول يعني كجزء من مناورة باللعبة. نعم. لكن أنه كهدف بحد ذاته أنه أنا سمحت ونسيت وصار وراء ظهري، منطقيا مش هيك. إذا هو نسي، التاريخ لا ينسى، الوقائع لا تنسى، فبالتالي إذا هو نسي في مين بيذكره؟ إذن لذلك أنه في نوع من في جبل من من
من الخلافات أو التراكمات القائمة بين الرجلين إضافة إلى المزاج الشخصي. طبعا هلأ نحن وين اليوم في هذا الأمر؟ لا بالتأكيد كنت عم بقول لك من شوي أنه هذا أحد الملفات، من أحد ملفات ممكن أن تنفجر في أي وقت بين الطرفين، مش بالضرورة بالشارع، لأنه الشارع كان سببه ليس الخلاف السياسي، سببه إهانة ما وجهت إلى مرجعية أساسية في البلد وصدرت عن شخص هو هالقد وثيق الصلة برئيس الجمهورية. منحلت بعد قصة الإهانة؟ لا طبعا هي منحلت، لذلك أنا أقول ما رح تنحل موضوع الإهانة سوى بين الشخصين المعنيين، يعني بين الرئيس بري والوزير جبران، أو إذا بدك بمبادرة من الوزير جبران تجاه الرئيس بري. الواضح أن الوزير باسيل مش بوارد أن يقدم على هذا الأمر، فبالتالي المشكلة قائمة. بس هو بدي أسألك شغلة أستاذ نقولها، يعني بالنسبة للرئيس بري اليوم أنه الرئيس عون لا يمون على وزير الخارجية، لا يمون على صهره، يعني أم أنه في نوع من عتب كمان على الرئيس بحكم العلاقة اللي بينه وبين الوزير، يعني عدا أنه علاقة عائلية وعلاقة سياسية. فهون كان سؤال أنه هل يفصل اليوم الرئيس بري بين رئيس الجمهورية ووزير الخارجية؟ أنا بعتقد قبل ما أقول إذا كان الرئيس بري هو الذي يفصل، لازم أقول أنه هل الرئيس عون فصل في هذا الأمر؟ أنا بعتقد مجرد اتصاله بالرئيس بري فصل في هذا الأمر. يعني أنا لو كان الرئيس عون اليوم هو الجنرال عون على الأرض، يعني بمعنى رئيس تكتل التغيير والإصلاح، كان يقول أكثر من هيك، مش طبعا مش بهذا الاستخدام، هذا استخدام قليل الحياء يعني ومخجل هالعبارة التي استخدمت، بس كان يشن حملات بعنف على خصومه بالسياسي، ولم يكن يتراجع عن الجنرال عون إكس جنرال عون، الجنرال عون سابقا فلم يكن يتراجع عنه. اليوم هو رئيس جمهورية، رئيس دولي، هو مظبوط مثل ما هو عم الصهر وعم الوزير، لكن هو رئيس الدولة كلها، وبالتالي هو معني بأمن الدولة كلها سوى، بأمن المجتمع والدولة، مش بس معني بالحرص على وزيره أو على صهره، يعني حتى لو بده يتسبب هذا الصهر بمشكلة بالبلد ما بيمون، يعني ما بيقدر انه اعتذر وحل المشكلة مثلا. لا اللي قدمه أهم بكتير، اللي قدمه الرئيس عون انه الاتصال أهم من الاعتذار، هذا لا يمنع أو لا ينفي أن يحصل الاعتذار، الاعتذار واجب، لأنه هذه عبارة يجب أن يحصل اعتذار حتى لا تتكرر مرة تانية. والرئيس بري يريد هذا الاعتذار وبقول ما بدي إياه إلي أنا، بدي إياه للبنانيين، من أجل أن لا يتكرر أو تصبح في سابقة استخدام هذا الطراز من التعبير بين السياسيين، وكل مرة نروح نخلق مشكلة بالأرض وما نعود نخلص منها. فبالتالي أهمية الاعتذار هي ليس فقط أنه حدا قال كلمة غلط وسحبها، أهمية الاعتذار أنه ما نجعل من هذه الكلمة السابقة تصير هي جزء من قاموس أو يعني مصطلحات تستخدم في التخاطب بين السياسيين. لا، هذه الكلمة انقالت مرة كانت كلفتها كتير غالية، غالية على الوزير اللي قالها بشكل أساسي، وغالية أيضا على أمن البلد وعلى الاستقرار، حتى لا نسجل هذه السابقة بتكرارها، نعمل لها عائق أو حاجز في هذا الأمر أنه صار في خطأ باستخدام هذا التعبير. يمكن هيدي وفيها نبل أن تقال، لكن عمليا لا، الرئيس عون عالج مشكلة أمن البلد، ما عالج مشكلة الخلاف بين رئيس المجلس ووزير الخارجية. لم البلد أنه خلينا نوقف هذا الموضوع ونقعد نحكي مع بعضنا. فبالتالي هيدا أهم بكثير بالنسبة لرئيس الجمهورية، أنه ما يترك البلد تفلت على نحو تروح على حرب أهلية. طب لقاء بكرة شو رح يغير اللقاء الثلاثي؟ هلأ بنحكي بعد شوي كمان بالعلاقة مع الرئيس الحريري، وإذا رح يكون ثلاثي أو ثنائي، لأن كمان ما يحضر حسب ما بعض المعلومات عم تقول الرئيس الحريري، وإنما يعني سواء كان ثنائيا أو ثلاثيا، ما أهمية هذا اللقاء وماذا بإمكانه أن ينتج؟ هلأ بالتأكيد في جدول أعمال معلن وفي جدول أعمال غير معلن. على الأرجح الجدول الأعمال المعلن كل الناس بتعرفه، قصة التهديد الأمريكي، التهديد الإسرائيلي، التهديد الإسرائيلي فيما يتعلق بإسرائيل، تعتبر البلوك 9 أو الرقعة 9 هي جزء من المنطقة الاقتصادية إلى، أو جزء من ما تحتويه من بترول، هي صاحبة الحق وملكة كي تستخرجه وليست للبنان. طبعا هذه نقطة أساسية
كيف يمكن أن يكون هناك تحرك، وهل يلجأ إلى المجتمع الدولي، إلى مجلس الأمن أمم المتحدة لمعالجة هذه المشكلة، أم هناك سبيل آخر؟ هذا هو جدول الأعمال المعلن. بالتأكيد كمان بدون يحكوا عن قصة فحوى الاجتماع الذي سيدور اليوم بين الضباط اللبنانيين وضباط الإسرائيليين وضباط الأمم المتحدة بطريقة غير مباشرة حيال الجدار. ما رح يحكوا بالأزمة يعني السياسية؟ لا، هذا جدول الأعمال المعلن. بس برجع بليك، لكن في جدول أعمال مضمر أو غير معلن أو مبطن، أن ما ممكن يقعدوا وما يحكوا مع بعضهم باللي حصل. بالتأكيد يعني جزء مجرد أن يجلس هذا يعني بيعطيهم فرصة أن يقدروا يحكوا مع بعضهم. الأسوأ أن يكون في خلاف وما يحكوا مع بعضهم، ولما طرفين أو مسؤولين كبيرين ما بيحكوا مع بعضهم، كل واحد ساعتها يستنجد بالأحكام المسبقة وبتوقع ردود فعل الطرف الآخر، فبالتالي انقطاع الحوار بين الطرفين يضاعف من المشكلة. لا، مجرد ما يقعدوا بتصير هينة عليهم إلى أحل هذا الموضوع. هيدي أهمية اللقاء، وليس أنه سيشترح الحلول. يعني لا لا، لن يشترح الحلول للأزمات. لأنه لا، ما في حل. هيدي ما بدها تسوية، ها بتشبه هيدي مشكلة مرتبطة بإهانة تعالج بالتراجع عن الإهانة. بده يتراجع، ما بده يتراجع هو حر. هيدي مشكلته، يعني مثل أزمة مرسوم الأقدمية وغيرها وغيرها من يلي تفضلت وحكيت عنه. مرسوم لن يتم بحثهم بلقاء. لا، حتى لو حكيوا فيها، مرسوم الأقدمية أصبح غير قابل للحل بمفهوم على الطريقة اللبنانية، أنه تعال نعمل تسوية، أنت بتاخذ شقفة من هالتسوية، أنا باخذ شقفة من حلها. هذا مرسوم ما بيحمل تسوية. هذا مرسوم لو كان خلاف سياسي كان في الإمكان الوصول إلى تسوية على الطريقة اللبنانية. يعني في خلاف سياسي، أنت بتتراجع شوي، أنا بتراجع شوي، بنوصل لمحل على منطقة بنقدر نتفق عليها نحن وياها ومنحلها. لا أنت خسران ولا أنت ربحان، ولا أنا خسران ولا أنا ربحان. لا، مرسوم دورة 94 بدأ نط، عمل قفزة بثلاث محطات. بدأ أنه تدبير إداري اعتبر رئيس جمهورية اللي عمله هو صح، نشأ عنه خلاف سياسي، هو أنه رئيس المجلس اعتبر هذا الإجراء كان يجب أن لا يحصل وبالتالي هو خطأ. انتقلوا من التدبير الإداري إلى الخلاف السياسي إلى المسألة الدستورية. أنه ما يمكن تسميتها المسألة الدستورية، هي مسألة دستورية، إذن هي مخالفة دستورية، فبالتالي في حدا منهم بده يتراجع عن وجهة نظره. لأنه مجرد تراجع الطرف ألف عن وجهة نظره، هذا يعني أنه الطرف بربح وجهة نظره. فبالتالي لذلك ما حدا حيتراجع. رح يبقوا هيك برأيك إلى متى يعني؟ هذه مشكلة ستجعل المرسوم عالق إلى أن يقبل اثنيناتهم بمرجعية احتكام. اليوم لما منفوت بلعبة تفسير الدستور بمادة ليست لا تحتاج في الأصل إلى تفسير، اللي هي مادة 54، فبس لما بنبلش كل واحد يفسرها يقول هيك بقشعة وهيك بتتطبق، فبالتالي أوجدنا الخلاف. وعندما نرفض الاحتكام إلى المرجعيات المعنية، شو هي المرجعيات المعنية؟ الاثنين ما في غيرهم، هي مجلس شورى الدولة يعني القضاء، بس القضاء الإداري لأنه هذا مرسوم لا يبت فيه إلا القضاء الإداري، أو مجلس النواب اللي موضوع ما له علاقة بالإدارة، له علاقة بالدستور، تفسير مجلس النواب المادة 54 مع أنها لا تحتاج إلى تفسير. رئيس الجمهورية لا يريد الذهاب إلى المجلس النواب لتفسير المادة 54 لأنه بيعتبر هو مثل ما هو قام أو فعل صح، يعني هو طبق المادة كما تقول. ورئيس المجلس يشكك في أهلية مجلس شورى الدولة، أنه بيعتبر وقال مثل ما قال أنه القضاء منتمن، فبالتالي لازم يكون مجلس شورى ورئيسه منتميان. وكان عم بيقول أنه حتى كانت جاهزة هذه المراجعة اللي عملتها قضية المعوشي، أنه كانت جاهزة، فبالتالي لا يثق بالمجلس. عندما الرئيسان لا يثقان بالمرجعية الاحتكام اللي هي إما مجلس شورى أو مجلس النواب، فبالتالي ما عاد في مرجعية يحتكم إليها، ما عاد في يحتكموا على فلان وفليتان ورئيس حكومة غير رئيس حكومة. لا، ستترك للوسطاء ربما تحل بالسياسة. هذه ما بدها وساطة، ما بدها وساطة وما بدها وسطاء. في إجراء حصل، إما هو صح إما هو خطأ. لأنه هالقد تصاعد الخلاف بين الرئيسين عليه، وكل وخلف كل رئيس تجمعوا ناس إما يعني أنصار وموالين، إما مع الرئيس بري أو مع الرئيس عون، فصار الشرخ أكبر بذلك. هذا موضوع ما بده تسوية،
منه خلاف سياسي لنعمل له تسويق، هذه مناقشة مسألة دستورية بدأ أربابة. مين أربابة؟ يعني المرجعيات، مرجعيات الاحتكام إلى الطرفين مش قبلانين بالمرجعيتي الاحتكام. وما حدا قابل يتراجع عن كلامه، كل واحد عم بيقول أنا معي حق. إذن ورايح ضحية، رايحين ضحية هذا الأمر مؤسسة العسكرية والضباط صحيح، لأنه انعكست على الترقية اللي كانت ينبغي أن تصدر. بس فكرة أنه الرئيس معتبره نافذ للمرسوم، والرئيس بري غير يعني معتبره غير نافذ هذا، بس هذا شو انعكس؟ اعتبار الرئيس أنه غير نافذ تسبب في أن يمتنع وزير المال عن توقيع مرسوم الترقيات. لماذا؟ لأنه في مرسوم الترقيات في 9 ضباط ممن شملهم مرسوم دورة الأقدمية السنة بدورة 94 أدرجت أسمائهم أنهم يرقوا إلى رتبة عميد في مرسوم الترقيات رأس السنة. فلأنه وزير المال ومن خلفه الرئيس بري بيعتبر هو ما لهم حق بهالطريقة من دون توقيع وزير المال أن يرقوا، فبالتالي امتنع عن ترقية هذا الموضوع. ولذلك ما عاد بقى أنه وإذا مرسوم نافذ عند رئيس الجمهورية مزبوط بيعتبروا نافذ أخذوا أقدمية، بس هذه الأقدمية ما بتقرش يعني ما بتنصرف، ما عم تتحول لمن يستحق أن يحصل على الترقية. وأيضا حرمت الضباط الذين يستأهلون هذه الترقية في موعدها اللي مطلع رأس السنة كمان ما أخذوا هذه الترقية، يعني هني دفعوا الثمن. فبالتالي هذا مش هيك عم بقول أنه معالجة هذا الأمر مش أنه حل من هون وحل من هون، شقفة من هون وشقفة منك وشقفة مني. لا، إما رئيس الجمهورية على حق فيسلم به رئيس المجلس، أو رئيس المجلس على حق فيسلم بالأمر رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية ما بده يسلم بوجهة نظر الرئيس بري كي لا تتحول إلى سابقة وبيصبح بكرة بأي مرسوم أقدميات بده يمضي وزير المال. نعم، اسمح لي أنت إلى زميل آدم شمس الدين لإطلاعنا على يعني التطورات القضائية في قضية التخبر غير الشرعي، ويعني ماذا حل بهذا الموضوع مع السيد ميشيل جابرييل المر. صباح الخير آدم. الهواء. صباح الخير. تفضل آدم، ماذا عن تطورات المسار القضائي لهذه القضية؟ نعم كاترين، يعني بعد أكثر من حوالي سنتين على حصول فضيحة التخابر الدولي غير الشرعي أصدر اليوم الحكم الوجاهي بحق شركة استوديو فيزيون المتهمة ورئيس مجلس إدارتها ميشيل جابرييل المور. وبشكل يعني مستغرب كان الحكم الوجاهي بإبطال التعقبات بحق المدعى عليهما. يعني طبعا من بعد ذكر القرار الوجاهي من الصحيح تعديد عدد من القضايا المحيطة بهذا الملف، وأولها بأن هذه القضية التي استمرت إلى حوالي سنتين في المحاكمة كانت برئاسة القاضي المنفرد الجزائي في المتن ربيع معلوف، وعرف هذا القاضي ب يعني تشديد طريقة محاكمته واستدعاء الشهود والتدقيق بكل التفاصيل. ولكن بشكل مستغرب وبعد حصول التشكيلات القضائية الجديدة وإحالة هذا الملف إلى القاضي المنفرد الجزائي في المتن منصور القاعي، وبعد جلستين فقط من إحالة هذا الملف إلى يديه صدر الحكم الوجاهي بشركة استوديو فيزيون ورئيس مجلس إدارتها. طبعا كان هناك الكثير من الملابسات حول المبلغ الذي سرق أو المبلغ الذي ادعت وزارة الاتصالات بأنه هدر من خزينتها. كان الرقم الأولي حين رفعت وزارة الاتصالات دعوة بحق هذه الشركة كان الرقم الأولي 60 مليون دولار، وأثناء المحاكمة كما بات معروفا كان هناك مستند جديد ظهر فجأة خلال المحاكمة يخفض هذه القيمة إلى 1.6 مليار ليرة. ولكن المفاجئ كاترين، ويعني قبل يوم من صدور الحكم الوجاهي كان هناك تقرير على قناة على تلفزيون الجديد يتعلق بمستند أو بإحالة كان قد وجهها الوزير الجراح، الوزير الاتصالات الحالي جمال الجراح في 17 من الشهر الماضي، يقول فيها يحدد فيها بما لا يقطع الشك القيمة التي هدرت عن خزينة الدولة ولو كانت أقل بكثير من المبلغ التي طلبت فيه الدولة حين رفعت هذه الدعوة، والمبلغ هو 4.8 مليار ليرة. وعلى الرغم من كشف قناة الجديد هذا المستند الجديد والذي يقول فيه الوزير الاتصالات جمال الجراح بأن هناك مبلغ ولو لم يكن 60 مليون دولار أثبت بأنه هدر عن خزينة الدولة في هذه القضية والتي تتهم بها شركة استوديو فيجون وميشيل جابرييل. نعم. إذن آدم يعني باختصار آدم يعني ذكرنا بقرار اليوم.
نعم هذا هو القرار كاترين، ولكن هذا القرار الوجاهي باستطاعة هيئة القضايا في هيئة القضايا أي الدولة استئناف هذا القرار، وفي حال قبل هذا الاستئناف ستحال القضية من المتن إلى مكان آخر، وربما سيكون هناك نتيجة أخرى لهذه القضية ولهذا الحكم. ولكن عموما وفي النتيجة هناك مسألة بأن مبلغ ملايين من الدولارات هدرت من خزينة الدولة ولا نعرف يعني بعد صدور هذا الحكم أين ذهبت، أين تبخرت، وفي جيب من صبت. شكرا للزميل أدم شمس الدين. اسمح لي أستاذ نقوله بس نسمع كلمة وزير الصحة ونرجع منتابع الحلقة من بعد. تلوث البيئي جراء حرق النفايات في الهواء الطلق ورميها مكشوفة في الطبيعة والتلوث بشكل عام تبقى هي العوامل الأكثر تأثيرا والتي يمكن تفاديها. نحن نرفع الصوت وندق جرس الإنذار لوضع الحلول حيز التنفيذ ووضع أولوية وطنية لتأمين العلاج لمن تضرروا من فشل الدولة لسنوات عدة في تأمين البيئة السليمة لهم. ومن هنا أدعو مجلس الوزراء أيضا لاتخاذ قرارات سريعة وحازمة فيما يتعلق بتنفيذ خطة معالجة النفايات والتي تحتوي على فرز ومعالجة لا مركزية في المناطق، إضافة إلى مراكز أساسية متعددة للتخلص من الكميات الكبرى من النفايات بطريقة بيئية ومستدامة بعد إجراء الدراسات البيئية للمواقع وتقييم الأثر البيئي واتخاذ الإجراءات المناسبة لحفظ السلامة البيئية المستدامة بالتعاون مع المجتمع المدني وجهات مستقلة لمراقبة المعامل بطريقة مستدامة للتأكد من سلامتها وسلامتها بيئيا. كل هذا الإنقاذ لإنقاذ المواطنين من مخاطر الإصابة بسبب التلوث. كما أشدد على ضرورة رصد موازنة إضافية لعلاج مرضى السرطان والأمراض المزمنة ذات العلاقة وعدم إخضاع هذه الموازنات إلى التقشف، لأن لا تقشف في صحة الإنسان، فالأجدر بالتقشف أن يكون حيث المصاريف الكبرى الغير مبررة. وفي الختام أود أن أشكر كل الذين عملوا على الدراسات في هذا المجال، وأخص بالشكر Human Rights Watch التي وضعت هذه الدراسة ودقت ناقوس الخطر على المستوى الدولي للبنان. كما أشكر وسائل الإعلام التي واكبت هذا الموضوع وتستمر بتسليط الضوء معنا على مخاطر التلوث، وستكون لنا تحركات إضافية في الأيام القادمة لاتخاذ خطوات عملية في هذا الاتجاه بهدف تجنب الأضرار الصحية الناجمة عن هذه الكارثة البيئية وعن التلوث في أماكن أخرى وعن سلامة الغذاء بشكل عام والتلوث الكامل التي صنعتها المصالح والخلافات عبر السنوات الماضية ويدفع ثمنها المواطن اللبناني. شكرا. مشاهدينا الكرام فاصل إعلاني، نعود بعده لمتابعة هذه الحلقة من الحدث، ابقوا معنا. مشاهدينا منتابع هذه الحلقة من الحدث مع ضيفي الصحفي والكاتب السياسي نقول نصيف. أستاذ نقولة كتبت من كم يوم مقالي بعنوان خطيئة الوزير صهر لا يشبه الرئيس، ومنعرف أنه عندك خبرية عن تاريخ الرؤساء الجمهورية اللي كانوا صهوراتهم يعني بالحكم وزراء، وخاصة كمان يعني بمرات كمان كان في وزير خارجية صهر، فبحب أنك تخبرنا هيدي هيك تسرد لنا هذه الوقائع التاريخية ونعمل مقارنات مثل ما حضرتك عملت بالمقال اللي كنا عم نحكي فيه وقتك بالمقال بالأخبار عن تجربة، انطلاقا من تجربة أو دور الوزير باسيل إلى جانب رئيس الجمهورية، أنه ليس أول صهر لرئيس للجمهورية يلعب دور أساسي في الدولة أو في السلطة في تركيبة السلطة، لكن ما في صهر لعب هذا الدور. يعني إذا بترجع الرئيس فرنجية، يعني أول صهر
إذا بدك، مع أنه أنا بعتقد في سابقة أهم من هول كل اللي عملناها، هي بعتقد هي النموذج المثالي، هو بس منه صغر بصير ابن عام، هي التجربة اللي صارت بين ميشيل شيحة والرئيس بشار الخوري. الرئيس بشار الخوري هو صهره لميشيل شيحة وليس العكس. ميشيل شيحة يعني الذي يعد من أباء الدستور اللبناني ومن كبار المثقفين والمفكرين العقائديين التقال. نتذكر أنه وقتها ميشيل شيحة كان ضد، عم بعطي مثل، أنه كان ضد تجاوزات رئيس الجمهورية، إلى حد أنه هو كان المعترض الأول على تمديد ولاية الرئيس بشار الخوري بال 48، لأنه هي كانت يقتضي أن يحصل بال 49، بكرت ب 18 شهر، سنة ونص، لانتخاب لتمديد ولاية الرئيس بشار الخوري، فوقف ضده وكتب مقال أيضا في مناوئة، وتستعمل كلمة دور عليكس سيد ليكس، يعني القانون قاسي لكنه القانون، وهذه يعني هذا تعبير شائع وحفظ منذ ذلك الحين، دور عليكس سيد ليكس. هذا كانت أول نموذج، بس نموذج مضيء لعلاقة صهر، كان في تمايز، لأنه أي كان في تمايز وبمسألة جوهرية، أنه ما لك حق تخالف القانون، أنت ولايتك ست سنين فقط، ما لك حق حتى أيا تكن الاعتبارات أن نعدل الدستور وننتهك. وإله حق يقول ميشيل شيحة لأنه هو من آباء الدستور أو من وضعوا الدستور. لكن التجارب الأخرى قطعت فترة طويلة، يعني الرئيس سليمان فرنجية سنة 72، يعني الرئيس سليمان فرنجية انتخب بال70، بأول انتخابات بعد 72 أتى بصهره عبد الله الراسي نائب عكار، لكن لم يأتي به وزيرا كل عهد الرئيس فرنجية، أتى بابنه بس ما أتى بصهره، ما لعب هذا الدور. ولم يصبح عبد الله الراسي صهر الرئيس وزيرا إلا بعهد غير عهد الرئيس فرنجية، اللي هو عهد الرئيس أمين جميل بال84. في تجربتين يمكن أكثر ساطعتين بشكل أساسي تسبق تجربة الوزير بسيل، هي تجربة الوزير فارس بويز مع رئيس الياس الهراوي، وتجربة الوزير الياس المر مع الرئيس إميل لحود. هالتجربتين رغم أنه الوزير والابن المدلل للعهد كان فارس بويز أو الياس المر، كانوا ابنين مدللين للعهد، بس ولا مرة تجاوزوا العهد، بالعكس يعني الوظيفة اللي قدر نجح الرئيس الهراوي وإلى حد ما الرئيس لحود في استثمار دور الصهر، غير أنه أعطاه حقيبة وازنة، يعني فارس بويز أخذ 9 سنوات وزارة الخارجية، والياس المر أخذ وزارة، أخذ 4 سنوات وزارة الداخلية وهي وزارة أساسية، عم بحكي بعهده. هلا رجع إجا وزير مع الرئيس ميشيل سليمان. الدور الأساسي غير نفوذ الوزير، الدور نفوذ الوزير الصهر، الدور الأساسي أنه كان يلعب دور الكاتاليزور، يعني صمام الأمان أو المساعد لتبديد أي مشكلات، وليس كان دور الوزير الصهر الذي يفتعل القلاقل بوجه الرئيس. يعني اليوم تقصد أنه اليوم الوزير بس يفتعل القلاقل بوجه الرئيس؟ طبعاً. يعني أولاً المشكلة أكثر من مشكلة، مشكلتين راهنتين مع الرئيس بري، قصة المغتربين وقصة مؤتمر أبيجان كمان، وأخيرا قصة الكلام اللي قيل، الإهانة التي قيلت. كمان يعني هذا دور، يعني إضافة إلى الكلام الذي قيل بأكثر من مناسب الفترة الأخيرة حول موقف الوزير بسيل أخيرا بالمجازين، قبل بالكلام اللي قيل أيضا بالميادين حول موضوع الصراع مع إسرائيل، هو يعني كمان ها كانت رسالة، ولو لم تكن تتقصد الأذية أو التنصل، هي رسالة فهمها، يا إما عبر عنا خطأ أو فهمها، أو فهمها مثل ما سمع حزب الله وضيقته، كمان مثل ما تضايق من الاعتداء على الرئيس بري أو الكلام الذي قيل بحق الرئيس بري. طيب فارس بويز بفترة من الفترات ما لعب دور أذى عهد الرئيس الهراوي، بالعكس كان يلعب دور الصمام بي 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 إلى جانب الرئيس عندما يكون هناك خلاف، يعني إذا كان يصير في مشكلة بين الرئيس الهراوي والرئيس الحريري، أو الرئيس الحريري الرئيس بري والرئيس
الهراوي كان يلعب هذا الدور. ونحن بنعرف أن اليوم طربت فارس بويز علاقة وطيدة بالرئيس نبيه بري، فهيدي استمدت من هذيك الحقبة. الياس المر لعب دور كتير أساسي أيضا في هذا الأمر بين الرئيس الحرير، ولو ننسى غسل القلوب، غسل القلوب اللي صنعها الياس المر بين الرئيس الحريري والرئيس لحود، وبالتالي كانوا في مرحلة قطيعة. نعم. عم نحكي بعد 2000. أستاذ نقوله ما بدنا ننسى أنه كمان الرئيس هون صحيح أنه بادر مؤخرا إلى الاتصال بالرئيس بري وتهدئة الأوضاع، وإنما أيضا هو على خلاف مع الرئيس بري. يعني كنا عم نحكي عن الأزمات، يعني هون يعني أنا ما عم بفترض أنه ما في خلاف، بس هون ما خلق يعني الوزير جبران باسيل ما عمل الرئيس أزمة مع الرئيس بري. أنا ما عم بفترض أنه هو خلق الأزمات، أنا عم بفترض أنه هو لم يساعد على حل الأزمات. يعني الدور الذي يقتضي أن يلعبه هو، افترض أنه هو أنه أنا مش وجودي حد الرئيس ليس كي أكون رأس حربي للرئيس، الرئيس هو رأس حربي، هو ما بده مين يدافع عن ميشيل عون أو يمشي قدام ميشيل عون، بيمشي قدام الكل عمليا. لأنه في أزمة وأنت حريص على العهد، ما كل صهر أو كل وزير يمد بصلة قربة إلى رئيس الجمهورية لازم يكون حرصه الأول على حماية مع موقع الرئيس ودور الرئيس وقوة الرئيس في الحكم. أنت بالدور اللي بتلعبه أنك توقف حد، توقف ترطب العلاقات بين الرئيسين، مش أن تكون سبب لانفجار بكل مضاعفاته وتداعياته الأخيرة تضطر يلم المشكل الرئيس. أنت بدك تلم المشكل بين الرئيسين، مش الرئيس يلم. يعني مش هو بده يمسح لك ما تغزين على التعبير، يعني مش هو بده يشيل المضاعفات اللي أنت تسببت فيها، أنت بدك تحول دون حصول أي مضاعفات بين رئيسين. ليش؟ لأنه هو بيعرف الوزير باسيل وكل القوى بتعرف بالبلد. اليوم البلد محكوم مش بس بالدستور، ويمكن مش بالدستور حتى، محكوم بموازين قوى على الأرض. موازين القوى على الأرض بتقول صحيح عنا رئيس جمهورية نقول أنه رئيس قوي ويمارس صلاحيات كانت نائمة أو كانت منومة، بعطيك مثل مادة 59. نعم. عارف مزبوط الرئيس الجمهورية يعني عم بيلعب دور، أقصد لما وقف اجتماع مجلس نواب وقتها بنيسان. نعم. بنيسان 2017 مزبوط في رئيس عم بيرجع يستعيد صلاحيات رئيسة الجمهورية من ضمن الحدود، حتى ما نقول أنه عم بيستعمل صلاحيات لرئيس الجمهورية أساساً الدستور ينص عليها، كانت نايمة عم بيوعيها، عم بيقول أنه أنا فيني وقف ما أعمل دورة استثنائية لمجلس النواب. حقه الصلاحية بتعطيه هذا، إلا إذا فرضت عليه الأكترية النيابية هذه الدورة. طيب إذا تعرف أنه في رئيس جمهورية عم بيلعب هذا الدور، بس بتعرف أيضا في رئيس مجلس هو جزء من موازين القوى أساسية لا يمكن التلاعب به ولا يمكن الاستخفاف بدوره ولا يمكن الاعتبار أنه نقدر نتجاوزه من نطفه أو من زغر له حجمه. نعم. أو من كشه. نعم. وأنت بتعرف كمان وهن بيعرفوا كمان أنه إذا ما منه مش مفروض يعيشوا بأوهام، رئيس البرية سيعود رئيسا للمجلس النيابي بالمجلس النيابي المقبل، سواء كان بقرار شيعي أو بموازين القوى. مش بس هو بده، مش بس شو خليك أكيد لأنه حزب الله هذا هو قرار، مش لأنه حزب الله، لأنه وليد جنبلاط معه، لأنه سعد الحريري معه، لأنه الكل كل القوى. نعم. يمكن النواب المستقلين معه، القوات اللبنانية إلى حد ما معه. حزب الكتب، يعني ما في حدا بعد، ما في شيعي بديل من الرئيس نبيه بري بالمعادلة الحالية، ليس بديل عنه كشيعي، يعني بتشيل الشيعي بتحط الشيعي. معادلة دور نبيه بري هو اليوم ليش قديش عم يجتمع المجلس، هو معادلة دور أكثر ما هو معادلة صلاحيات. أساسا رئيس المجلس النيابي بنحكي أنه عم بتخانقوا على الصلاحيات، ما عنده صلاحيات رئيس المجلس، ما عنده صلاحيات، عنده بالكاد صلاحيتين أو ثلاث صلاحيات، بيناتهم صلاحية المراجعة لدى المجلس الدستوري، بيناتهم أيضا صلاحية أن يطلع على الاستشارات النيابية الملزمة، والصلاحية الثالثة والأخيرة هي بالمادة 76 هو من يدعو مجلس النواب إلى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في مهلة الشهرين السابقين لنهاية الولاية. هول الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور. نبيه بري يلعب دورا أكبر من الصلاحيات، فبالتالي أنا لما بدي أفكر برئيس مجلس آخر بدي أفكر من يملأ هذا الدور اللي بيلعبه. نعم. ما بدي أتسبب بفراغ. أضف أنه الكل بيتخانقوا مع بعضهم هو وبيتقاطعوا كلهم عنده. نعم. يعني اليوم دليني على طرف آخر عامل إشكالية مباشرة مع الرئيس بري باستثناء الوزير باسيل،
دلين على حدا يعني من يعني لا القوات اللبنانية بدها تعمل مشكل معه ولا هي تريد هذا المشكل ولا حزب الكتائب عمل مشكل معه. الرئيس جميل دائما بيطلع عليه. سعد الحريري ما في الرئيس الحريري ما في لزوم نحكي. وليد جملاط حدثي ولا حرج انه لسيق به يعني حزب الله. يعني سعد الحريري يبدو فيه مشكله. لا هذه مشكله عابره, هذه مش مشكله دائمه. ولو الرئيس بري اول من قال انه لا غنى عن الرئيس سعد الحريري رئيس الحكومه. واول من هو مع رئيس الجمهوريه خاضوا معركه اخراجه من الاعتقال بالرياض. ولو نسينا انه كمان لا قال الرئيس بري انا لا اعترف باستقالته. فبالتالي لا حمله. ولذلك انا بعتقد لواعي لموازين القوى القائمه على الارض, ومش عم بقول انه حزب الله مسك هالرشاش وعم بهدد الكل بنبيه بري, لا, موازين القوى على الارض تقول انه اليوم ادوار الرؤساء مواقع الرؤساء هي ادوار اكثر رول هي اكثر منها صلاحيات يعني كومبيتانس او شيء. بالتالي هذا الدور اقوى من الصلاحيات, هو الذي يجعل ميشيل عون اقوى بكثير من الرئيس بصلاحيات دستورية, ويجعل من نبيه بري أقوى بكثير من كونه رئيس للمجلس النيابي, وأيضا يجعل من سعد الحريري بس يمكن أقل منه اليوم, بس كان رفيق الحريري الرئيس رفيق الحريري كان دوره أقوى من صلاحياته, مع أنه هو كمان مد إيده على صلاحيات غير الرئيس الراحل رفيق الحريري ولعب بصلاحياته وتجاوز حدود الصلاحية المعطاة له. نعم, هون بدي أسألك أستاذ نقولة, كم تشظت علاقة الرئيس عون والتيار الوطني الحر بحزب الله على أثر الأزمة مع الرئيس بري أولا, ووصولا إلى الكلام الأخير للوزير جبران باسيل للصحيفة علاقة الأزمة. الرئيس عون بحزب الله نعم, وأيضا التيار الوطني الحر يعني وحتى هالموضوع هل يفصل الحزب بين الطرفين؟ أنا ما بعتقد تشظيت ولا يمكن أن تتشظى. هناك ثقة غير مشروطة ومطلقة بين حزب الله, خليني أقول بوضوح أكثر, مش بين مؤسسات, بين الأشخاص, بين السيد حسن نصر الله والرئيس عون في علاقة ما ننسى. لكن هون بدي حط فارق كمان, أنه ثقة السيد حسن نصر الله بالرئيس عون مش بالضرورة تنطبق على ثقته بالتيار الوطني الحر. يعني هو ثقة عمياء بالرئيس عون لما كان رئيس تكتل التغيير والإصلاح منذ وثيقة 6 شباط 2006 وثقة يعني التفاهم تماما. حتى اليوم اعتبر السيد حسن نصر الله بعد حرب تموز أنه مدين حتى يوم القيامة للعماد عون في هذا الأمر. فبالتالي هو حده وخاض معركة شرسة من أجل أن يعزز حظوظه بالوصول إلى الرئاسة. الرئيس عون رد الجميل ولا يزال يرده مرة واثنين وثلاثة بمواقفه على الدول وعلى المنابر الدولية حول تمسكه بالمقاومة الدفاع عن حزب الله. إذا ما في مشكلة. لا, مع جبران باسيل شيء آخر. شيء آخر. لكن هذا الأمر لا يعني أن الحزب يتخلى عن رئيس الجمهورية. اللي بين سيد حسن نصر الله والرئيس عون يختلف تماما عما يمكن أن يكون بين التيار الوطني الحر وحزب الله. هناك في حسابات بالسياسة. هناك عند الرجلين في حسابات أخلاقية, في نوع من علاقة وجدانية وأخلاقية بين بعضهم ما بتدخل فيها الحسابات, لأنه كل واحد يثق بأنه الثاني عم بيعطي اللي هو بحاجة ياخده منه, عم بيشكل له مظلة الحماية لإله. أما لما بتنزل على مستوى المؤسسات أو على مستوى التنظيمين لا, في حسابات. يعني حزب الله في حسابات وفي مشكلة. طبعا في مشكلة لما حزب الله بيسمع الكلام اللي قيل بالرئيس نبيه بري ما بيسكت عنه. نحن شفنا أنه طلع الكلام ليلة الأحد, نهار الاثنين بعد الظهر طلع بيان عن حزب الله أكد الوقوف وراء الرئيس بري بما لا يرقى إليه أي شك, ولم يأتي على ذكر الوزير باسيل ولم يمنح الوزير ولا نفحة هوى بارد يقول له أنه أنت عملت شيء أو بدك تصلحه أو شيء. دغري حسم خياره حزب الله. لا يمكن إلا أن يكون إلى جانب الرئيس بري. لا يمكن إلا أن يكون إلى جانب الرئيس بري. وبالتالي كمان ما ننسى أنه حزب الله كان إلى جانب الرئيس بري في معركة المرسوم. لاحظنا أنه صحيح. ما لعب دور كما يجب ولم يصعد بكلامه بشكل معلن يعني رفضا لخيار أو للقرار اللي اتخذه الرئيس, لكن هو 100% كان مع الرئيس نبيه بري في هذا الأمر. سكوته عن هذا الأمر دليل على أنه يؤيد, ولذلك كان النبرة كانت نبرة الاعتراض على المرسوم الـ 94 عالية جدا. فبالتالي بدنا نفصل تماما بين حزب الله مع الرئيس ميشيل عون وحزب الله مع الوزير جبران باسيل. يعني
بس هو ما نرجع هون للسؤال يلي كمان كنا سألناه قبل شوي، انه قديش اصلا ممكن الفصل بين الرئيس عون والتيار الوطني الحر والوزير جبران باسيل؟ يعني اذا بدنا نكون منطقيين، يعني هو روح التيار هو الرئيس ميشيل عون اليوم، روح التيار طبعًا حتى ولو لم يعد هو الرئيس يعني بكثافة رئيس التيار، لكن هو الاب الروحي. المشكلة اليوم اللي هي من حالات نادرة نشوفها، نحن شفنا لمرة واحدة حزب الرئيس، يعني عندما ينتخب رئيس من حزب رئيس جمهورية، نحن نعرف أنه الرئيس بري هو رئيس حزب بس هو رئيس مجلس، بس كرئيس جمهورية أول مرة جربناها مع الرئيس بشير جميل عندما اعتبرنا أنه لما انتصر بشير جميل انتصر حزب الكتائب، ثم لما انتخب الرئيس أمين جميل لفترة معينة قيل أنه حزب الكتائب هو حزب الرئيس، إذن هو حزب السلطة، هو الحزب الحاكم. اليوم التيار الوطني الحر نجح في إيصال رئيس للجمهورية ينتمي إلى هذا الحزب، هو رئيس الحزب، فبالتالي يتصرف لكن بكثير من المبالغة على أنه هو الحزب الحاكم، يعني أنا الحزب اللي كلهم بيدوروا من حولي. لا مش صحيح. هذا بغير رضا الرئيس عون؟ ما بعرف، لا ما بيزعل الرئيس، كمان ما بدنا نحمل الرئيس أكثر من ذلك. بالآخر أولا هيدا حزبه، هو له حق ومشروع، ومن حقه أيضا أنه يكبر حزبه إلى أكبر مدى ممكن كي يكون أكبر حزب بلبنان وعلى كل أو على أوسع رقعة. طيب ما تيار ما سعد الحريري عمل حاول يجعل من تيار المستقبل أكبر حزب بلبنان وخارق لكل الطوائف، صار عنده الكاثوليكي والأرثوذكسي والدرس كل العالم عنده، وشيعي حتى يعني نواب وشيعة. فبالتالي من حق الرئيس أنه لأنه هو بالحكم أن يكبر حجم حزبه ويصبح هذا الحزب هو أكبر الأحزاب اللبنانية من أجل المستقبل. يعني ما ننسى تيار الوطن الحر يعتبر كحزب هو حزب يافع، يعني بعد جديد شو عمره 10 سنين بتاريخ الأحزاب، ماشي حزب الكتاب عمره 80، يعني تحسب حزب التقدم الاشتراكي من سنة 49، يعني كلهم أحزاب عريقة. الحزب الشيوعي حديثي ولا حرج، الحزب القومي هو أصغر الأحزاب سنا وعمرا. لكن مش بس الرئيس من يجب أن يفصل بينه وبين حزبه، الحزب نفسه يجب أن يميز نفسه عن الرئيس كي يجعل الرئيس قادرا على أن يحتكم له. لما كلهم بيتخانقوا وبيكون جزء من الخلاف هذا الحزب، فلما بيكون في هامش أو في فسحة من الانفصال أو التمايز، ما بدي أقول الانفصال، التمايز بين الرئيس وحزبه، يمكن الاحتكام بنزاهة إلى دور الرئيس. أما إذا كان بده يتخبى الحزب برئيس الجمهورية، أنا حزب الرئيس كل شيء مسمح لي أقوله، كل شيء مسمح لي أعمله، بتجاوز الكل وبتخانق مع الكل، ما بتقدر نقول عندئذن أنه لا يمكن أن تتأثر تداعيات هذا السلوك اللي هو السلوك غلط حتى ما نستعمل تعبير تاني، أنه هذا الأمر لا يتأثر به الرئيس. يتأثر موقع الرئيس بقدر ما تتأثر شخصية الرئيس وقدرته على الاطلاع بدور النزيه. نعم، هون يعني تأختم هذا المحور، الرئيس حزب الله عنده مشكلة اليوم مع الوزير جبران باسيل بعد كل هالتطورات اللي حصلت مؤخرا، بس برأيك كل هالأمور هي يعني زلات هفوات غير متعمدة، أم كما يهمس وكما نقرأ ببعض التحليلات تنسج سياسة جديدة اليوم؟ أولا مش زلت، لأنه لا كلام الوزير جبران باسيل طبعا مش زلت، كلام مقصود مقصود. يعني إذا بدك تحكي مثلا ما يتعلق بموقف حزب الله، حتى ما نرجع نكرر الحكي عن رئيس بري، لا إذا بدك تعتبري زلي، لا منو زلي. الكلام اللي قاله مثلا بالبترون اللي وزع بالشريط المزع انه في تكسير روس وما تكسير روس، لا انا عم بحكي عن المشكله مع حزب الله هون، الكلام اللي قاله انه لا ما انه زلت، ما في ما مش مسموح مش مسموح بوزير خارجيه. واذا بدك تعتبريه بالدوله اليوم هو الوزير الاول، الوزير الاول مش على الطريقه الفرنسويه بريمير مينيستر، الوزير الاول يعني المتقدم بين الوزراء لانه صهر الرئيس ولانه مغنج ومرفه واخذ عزه. يعني من غير المقبول أن يرتكب زلة لسان أو هفوة أو لا يكون حد مستشارين بيناقش هو إياهن أي طلة على التلفزيون أو أي موقف بيعلنه، خصوصا إذا كان موقف له علاقة باستراتيجيات أساسية، له علاقة بخيارات كبيرة لا يمكن يعني لا يمكن ارتجال المواقف منها. بس إذا ما كانت هفوات لكان شو؟ يعني متعمدة؟ لا قصر نظر، لا قصر نظر قصر نظر في إما في تحديد الموقف أو هذا الموقف مرتجل
منه بيني على مسألة عقلانية شغلي يعني راسيونال يعني انه مفكر فيه ماليا ومناقش الموضوع وواضح قدامه على الورق قبل ما يكون على لسانه لانه على لسانه من زيت شو ما كان بس هذا الامر على الورق فبالتالي فبالتالي هناك بعض الخيارات قد لا تكون واضحة تماما او دقيقه ليس بمضمونه بل ايضا بتوقع ترددات او تداعيات. نعم. بالنسبه لرئيس بري ورئيس الحريري قلت لي انه هيدي ازمه عابره قبل شوي، يعني في حلف، في علاقة جيدة، في تاريخ من العلاقات الجيدة، وأنما كيف بدها تنحل يعني وعم بينحكى أنه حتى يمكن ما يحضر بكرة الاجتماع. طب حتى هذا إذا كان الرئيس عون وجه دعوة له بده يحضر، وإذا ما وجه له دعوة ما بيحضر يعني. بس الرئيس بري زعلان من الرئيس الحريري، زعلان منه إيه؟ لأنه هو بيعتبر أنه تعهد له أن لا يوقع مرسوم 94 ووقعه. إيه بس كمان مشكلة سبب لخلاف صغير أو تباين بالرأي بدنا نخلق منها مشكلة ونقول ما شغلة طبيعية بين بعضهم الشيء اللي بس عم بينحكى بدها تترجم بالانتخابات يعني إنه لا واضح في إنه ما رح يتحالف بس ما مش مرتبطة في هذه المسألة لأنه من الأساس عم بيقول تيار المستقبل حزب الله هو تيار المستقبل وأمينه العام أحمد الحريري عم بيقول لن نتحالف مع حزب الله رح ننزل ضده بكل المحلات بكل الدوائر بما فيها الدوائر اللي هي دوائر شيعية محض. تقصد انه هالشيء بيحتم عدم التحالف مع حركة أمل يعني انه ايه بالتالي 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 ايضا حزب الله اخذ قرار انه ينزل بكل الدوائر اللي بتشكل ثقل للرئيس الحريري فبالتالي اثنيناتهم نازلين بلوايح نعم ضد بعضهم. أضيف كلام حزب الله وكلام الرئيس بري انه نحن سنكون معا بمتحالفين في كل الدوائر اللبنانية خلصت القصة. نعم يعني. بس عم تقول انه تنحل بس الرئيس بري زعلان كيف بتنحل؟ بيرضوا ولا ما تعطى لي هم هيدي اسمح لي توقف مع اخر فاصل اعلاني بننتقل من بعده بما تبقى من وقت الكلام عن الانتخابات خليكم معنا. منتابع مشاهدينا القسم الاخير استاذ نقول نصيف معنا دقائق قليله بعرف الانتخابات يمكن اكيد بدها حلقات يعني كامله وانما باختصار على قد ما بنقدر شو رؤيتك يعني للانتخابات المقبله اولا هل حسم اجراؤها في موعدها؟ طبعا حتى اشعار اخر اكيد حسمت كل الاجراءات اللي عم بتصير هي اجراءات دليل انه الانتخابات واقعه ما حدا عم بيقول ما بده اياها لا احد يجرؤ على قول ذلك ما في سبب لكي لا تحصل كلهم عم بس في دول ما بدهم يعني الرئيس بري قال وغيره عم بيلمح إيه في دول إيه ما بدها يعني اذا في دول ما بدها ما تتعاطى بالانتخابات وما تشترك وما تحط مصاري فيها فمش معناتها انه اذا هي ما بدها ما بنعمل انتخابات لا انا قصدي هل هي قادره على التعطيل بطريقه ما لا ما بظن انها قادره على التعطيل يعني لانه الاطراف اللبنانيين قادرين بدهم يروحوا على الانتخابات مع انه رايحين انا بظن انه رايحين غصبا عنهم الكل رايحين غصبا عنه ليه؟ لأنه هذا القانون عندما وضع كان بخلفية معينة والآن أصبح بخلفية مختلفة يعني لما وضع القانون كانوا كلهم بشهر العسل مع بعضهم وبالتالي وضع القانون وما ننسى أنه وضع بدراسة متأنية وبعناية وكل طرف راعى مصالح الطرف الآخر يعني كل واحد يقول أنه لازم الطرف الآخر يجيب هالقد أصوات كل واحد يعني لذلك حصة الرئيس الحريري كيف تقسيم دوائره الوزير وليد أو نائب وليد جملاط بشوف شوفوا علي كلهم أخذوا حصصهم تيار الوطني الحر كلهم تقاسموا حصصهم بما يريح الأطراف لأنهم معتبرين أنهم كلهم رايحين على هذه الانتخابات حلفاء وبيتقاسموا حتى لو اضطروا ينزلوا بليحتين متنافستين بس الليحتين لما بيتنافسوا بيطلعوا بالآخر إذا زحلي بياخذوا 7 مقاعد على 7 وهكذا دواليك يعني بيكونوا أخذوا كل الحصص كل الحصص بنفسها وبتبقى الطبقة زيتها لكن هذا الأمر كان بحسابات عندما وضع القانون أو أقر ب 16 حزيران الماضي اليوم لا نحن بواقع آخر بعد أولا حصلت شوية خلافات بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية ثم أتى خلاف بين تيار المستقبل والقوات اللبنانية بعد أزمة الرئيس الحريري بس ما حلوا هالخلاف برأيك ولا بعد لهلا مش واضح لهلا مش واضح النائب وليد جملاط بده يتحالف مع الكل
بده يتخلى عن المقاعد المسيحية بالشوف وبعلي اللي له، اللهم إلا إذا أخذ شيء معهد واحد بعلي. بالمقابل تيار ما عم نشوف التحالف واضح بين الرئيس الحريري والنائب وليد جنبلاط، حزب الله والتكتل وحركة أمل ضد، يعني سيخوضان الانتخابات ضد تيار المستقبل، وعادة كانوا يراعوا بعضهم، وتيار المستقبل سيخوض الانتخابات في المقابل ضدهم. ماذا يمكن أن ينتج؟ فبالتالي كلهم رايحين، يعني كلهم رايحين، كلهم رايحين على انتخابات بالقطعة أو بالمفرع، يعني ما رايحين محادل. ولأنه قانون نسبي بالحد الأدنى، يعني نسبي بصوت تفضيلي، فبالتالي ما في كتلة رح تبقى تحافظ على عددها، ما في كتلة بقى بتيجي تقول أنه أنا بأخذ الدائرة كلها مثل ما هي. إذا سيصغر حجم الكتل، زائد إذا افترضنا تفكيك التحالفات على النحو اللي صار، هذا الأمر يساعد أو يفسح في المجال ربما أنه توسع دائرة وصول مستقلين أو مرشحين لا ينتمون إلى هذا الفريق أو ذاك، بيقدروا يفوتوا للمجلس بأكثر من 10 أو 15 نائب. كانت تقديرات لما وضع القانون إذا كان في إمكانية اختراق لن تتجاوز 10 نواب من خارج المحسوبين. اليوم يمكن أن تتجاوز، لا اليوم يمكن أن تتجاوز أكثر، لأنه وقد نكون ذاهبين إلى برلمان يشبه برلمان 72 الذي هو كتل صغيرة. ما ننسى أنه برلمان ما قبل 72، يعني ال 64 خصوصا وال 68 كان برلمان الكتلتين الكبريين، النهج يعني التيار الشهابي ومعارضيه كلهم. ب 68 تكرست بين النهج والحلف وحلفاء الحلف. اليوم رحنا بال 2005 و 2009 8 و 14. نعم، سؤال اخير هون بس، اليوم مش رايحين على هذا التحالف، لذلك قد نكون ذاهبين الى مجلس نيابي بيشبه مجلس 72 بكتل صغيرة. كتل صغيرة يعني أنه لا يمكن الحسم أنه الأغلبية سوف تكون في مكان معين؟ لا، شو الأغلبية؟ نحن بعدنا كتلنا وإن كانت كتل صغيرة، يعني مش بحجم الكتل الكبرى، بس الطرابيشة هي نفسها. يعني أي تحالف بين الرئيس بري والرئيس الحريري ووليد جنبلاط وحزب الله خلص شكلوا أكثرية، شكلوا أكثرية مع بعضهم لهذا الأمر. وما تنسى أنه كمان ما كل واحد عنده حلفائه، يعني الحزب القومي حصته محفوظة، إذا في تنقل نايب لحزب البعث حصته محفوظة جوات هاللعبة، وهكذا دواليك، يعني كمان بالنسبة للطرف المسيحي. فكلهم بالآخر بيرجعوا بشكله، بس بتفتح مجال تعدد الكتل، وعندئذ تتكلي على المجلس الجديد بمرحلة لاحقة أنه أن ينقسم على نفسه، بمعنى أنه يصير في تجاذب بين الكتل، ما بيعود كلمة واحدة بتنقال بالمجلس على تأثر على الجميع، يعني ايه بتصير كمان التعاطي مع الملفات. وكل عمر المجالس النيابية قبل الحرب هيك، أنه يكون في حلفاء مع بعضهم، لكن كانوا يختلفوا على مشاريع قوانين أو على مواضيع ترتبط بالسلطة الاشتراعية بالذات، مش بخيارات الدولة الكبرى. هلا طبعا بخيارات الدولة الكبرى واضحة مواقف الكل من زيتون بخيارة، وموضوع السلاح مثلا ما حدا قاطع على ذكره، ما حدا فيه. بمواضيع الانقسامات أو الاختلافات التي تنشأ في المجلس تصبح مرتبطة بأداء الداخل. نعم، أنا بدي أشكر حضورك معنا اليوم أستاذ نقولة نصيف الصحفي والكاتب السياسي، بشكر حضورك وأهلا وسهلا فيك من جديد. بشكر متابعتكم أيضا مشاهدينا هذه الحلقة، وإلى اللقاء.